أحداث باب الحارة الجزء العاشر. عودة شخصية أبو حاتم حيث يكون عند البدو ويعالجونه لأنه فقد الذاكرة. عودة شخصية أبو مرزوق بدون أي حبكة. ظهور ابن أم زكي وزوجته وسيأتون من فلسطين إلى سوريا. عودة شخصية خاطر بدون أي حبكة أيضا. دلال بنت أبو عصام ستقتل الزعيم. عودة المعارك بين حارة الضبع والفرنساوي، ومن المحتمل أن يتم قصف الحارة. عودة شخصية أبو شهاب ظهور حارة جديدة تسمى حارة الصالحية. وعصام يتزوج المحامية جولي، وستنجب له المحامية الطفل الذي لطالما تمناه وسيفضلها عن باقي زوجاته. عودة ابن أبو بدر، وأيضا عودة شخصية أبو ساطور. مقتل أبو جودة على يد رجال حارة الضبع. سعيد يسرق أبو ظافر وثم يسجن. وبالطبع بوران تطلب الطلاق من سعيد بعدما فعله. عودة شخصية أبو دياب. رجوع سمعه إلى رشده وسيقاتل مع رجال الحارة. عودة شخصية جميلة بنت أبو عصام. اكتب لنا رأيك في باب الحارة الجزء العاشر في خانة التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم في الفيديو القادم.